سلام البنات ومرحبا بكم في قناة أم تميم. إن شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير. أنا الحمد لله في نعمة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون هاد المقروط رولي، يعني العجينة تاع المقروط اللي راح نمدها لكم اليوم تديروا بها ثلاث أنواع، يعني تاع الكوشة وتاع المقلة والمقروط رولي. كنت ديجا شاركته معكم في أحد الروتينات، إن شاء الله نحطه لكم في صندوق الوصف وفي أول تعليق هكا باش تزيدوا تشوفوه وتستفادوا منه أكثر. حبيت نعاود لكم الوصفة في فيديو وحده، واكيد كاين بزاف اللي طلبوا مني باش نعاودها لكم، ما عليا غير نلبي طالب ديالكم. اول حاجه نسحقوها، انا استعملت سيم متوسط تاع سميد، يعني متوسط لا مارك سيم تاع زوج كيلو، توجور نستعمل 3 كيلات منها. هنايا الكيله اللي تحبوها كيلو بها، انا كيلت بهاد الكيله الصغيره، تقدروا نتوما تكيلو بان بولت، كيلو بكيله كبيره كيما تحبوا. السميد تاعو بزاف هايل ويصلح بزاف للمقروط، يجي ناجح. 3 كيلات يكونوا بومبي كيما شفتوهم معمرين مليح. حندير لهم غرفه كبيره تاع الفارينه هكا للمبتدئات باش ما يتفتح لهمش، وباش يعني نضمن باللي ينجح لكم. انا دي فوم ما نديرهاش، يعني ديك المغرفه تاع الخميره. عندي حوالي نص مغرفه تاع الملح، نخلط كامل يعني هذوك الحاجات الناشفين هذوك في الجفنه. ونوجد ثاني كيله، نص كيله عفوا تاع السمن، ندوبها في الميكرووند ولا فوق النار هكا حتى تدوب تماما، ما لازمش تكون سخونه بزاف، يعني لازم تكون معتدله. نكمل الباقي تاعها بالزيت، بصح كيما شفتو ما عمرتهاش للفم، نخليه حوالي ان دوا فارغ هكا باش يجيني يعني المقروط مبسس وما يتفتحش في المقلاة تاني. كيما شفتو حفرت حفرة في الوسط، نرمي كامل هذاك اللي دام الكيلة غير باع ولا كيلة غير يعني ان دوا تاع السمن وتاع الزيت كيما شتو، ونقعد نبسس فيهم مليح بيديا. هاد المرحله بزاف مهمه، راح تحسوا بلي هذيك السميد تاعكم نقصت له هذيك الحروشيه، وتحسوه بلي تندى بلي دام وراهو راح يشربها كامل. كيما شتو نحاول نبسسهم مليح بزوج يدين، من بعد نغطي الجفنه تاعي ولا الليان ولا فاش يعني درتو الخليط تاعكم بالبابيي سيلوفان ولا بطرشونه ولا بانساشي، ونخليهم يباتوا ليله كامله. هذه بزاف يعني معلومه معروفه في المقروط باش ينجح لكم، من الاحسن يعني تخلوه ليله كامله ولا حتى لست سوايع. بعد ما بات لي ليله كامله، هاولي كيفاش لقيتو تشرب كامل هذوك لي دام، وراح تلقاوه يعني مزربع كل حاجه وحدها. نحكم الكيله اللي كيلت بها، نعمر نصها بالماء والنص اللي بقالي بالماء زهر، نرميها كامل يعني ارموها كامل الكيله الاولى فوق هذاك الخليط تاع السميد تاعكم. كيما شفتو غير بالاصابع وباطراف تاع اليدين نحاول اني نشرب هذاك السميد ديالي كيما شفتو البنات على هاد الشكل. هنايا راح تحسوه باللي راهو جاري وباللي راهو شابع ما وشابع سوائل، ما بصح لا لا. انا هنايا واش ندير له، نغطيه ونخليه واحد دي مينوت لربع ساعه يتشرب لي. بيد ما راهو يتشرب لي نروح للغرس تاعي. انا هاد الغرس كنت ديجا منقياته من قبل، درت له شويه تاع لا مارغارين، نزيد له هنايا رشه تاع قرفه وشويه تاع الزيت. تقدروا ديروا له جلجلان محمص حيمدلو بنه هايله، كيما تقدروا ديروا له قرنفل ثاني مرحي يمد بنه هايله، وكل وحده يعني الادواق تختلف من وحده للاخرى. كيما شفتوا نحاول نخليه طري، يعني طري بالبزاف، نحطو تكوتي وعاود وليت لهذاك السميد اللي كنت درت له كيله كامل تاع السوائل. شوفوا كيفاش نلقاه، نلقاه باللي شرب كامل السوائل وعاود تزربع، يعني مام لو كان نحب نكونه هكا حربوش ولا ما راحش يتكون لي، راح يتفتت. وهذا هو السر باش المقروط ما يتفتح لكمش في المقله، لازم تشربوه مليح. كيما شتوني زدت نص كيلة بين المزهر والماء، وراح نديرها كامل، يعني مقادير مضبوطة 100%. في كل 3 كيلات تاع السميد متوسط يرفد لكم كيلة ونص خليط بين الماء والمزهر. هذه هي. هنا كيما شفتوا كملت النص الكيله ديالي، كيف كيف راح نلقاه باللي راهو جاري وباللي السوائل يعني راهو راح يعني راهم فايضين منه. واش ندير له، نزيد نغطيه ونخليه يريح ربع ساعه وحده اخرى.
بعد ما جازت حوالي ربع ساعة عاود وليت للعجينة تاعي نلقاها يعني سواسوا ما مخصوصة ما ناشفة ما جارية بزاف، حنلقاها يعني تناسبني باش نبدا نشكل في المقروط ديالي. بالنسبة للتشكيل كل وحدة وطريقتها، كل وحدة ويعني خدمتها كيفاش، كاين اللي تحبوا رقيق، كاين اللي تحبوا خشين، كاين اللي تحبوا تاني معمر بالغرس، كاين اللي ما تحبش الغرس كامل، تقدر تستعمل الكاوكاو اللوز، لكم الاختيار وكل وحدة ومقدورها. هذه هي دائما بالاستعانه تاع لو بابي كويسون ولا تاع انساشي ولا سيلوفان هكا باش تسهل عليكم الخدمه. بالنسبه للمبتدئات هكا راح تجيكم طريقه يعني سهله وتجيكم خدمه متقونه وما تعجزوش عليه، تولوا ديروه يعني وعينيكم مغمضين. هذه هي هنا كيما شفتوا درت بابي كويسون فتحت فيه العجينه ودرت انساشي هكا يكون في البلون في الشفاف يعني، وفتحت فيه هذاك الغرس. شوفوا الغرس كيكون طري بزاف ويكون يعني معمر بليدام وكامل الحيق عد طري، وتاني في يعني كي ديروه في المقروط ما راحش يتكرمل لكم ولا يتعجن ولا يبس لكم، كاين بزاف اللي يبس لهم يعني الغرس من الداخل، لازم تشربوه هو تاني مليح بليدام. هذه هي هنايا نحاول نسوي يعني الطبقات التوعي. كما راكم تشوفوا السمك تاع العجينه يكون حوالي بين 0.5 حتى 1 سنتيم، وكل وحده وكيفاش تحب يعني المقروط ديالها. نبدا نرولي فيه ونضغط عليه بالبابي كويسون هكا باش يلصق الغرس مع العجينه على هذا الشكل البنات، ونحاول يعني نسقمو قدر المستطاع بالموس هكا باش يجوني كامل حبيبات سواسوا ويجيني متحوف وخدمه متقونه. كما راكم تشوفوا دوكا نجي لطريقه التقسيم. تحبوا تقسموه بالموس ولا بالكوبات ولا حتى بخيط، كاين بزاف اللي يستعملوا الخيط، يدخلوا الخيط من تحت ويربطوه يعني هكا من الفوق، راح يخرج لكم لو غولي تاعكم الشكل تاعو بزاف شباب. كل وحده والخدمه تاعها، واكيد يعني جربوا الحاجه اللي تساعدكم. كما شفتوا راني نقسم فيه حوالي 1.5 سنتيم ولا 1 سنتيم، اللي تحبوا خشين تقدر دير حتى 2 سنتيم كيما تحبوا. بعد ما كملتهم كامل بيان سور نحط كسرونه تاع الزيت تسخن هكا باش ما ترفد لكمش بزاف الزيت، لو كان تحطوا مقله كبيره ولا راح ترفد لكم الزيت بزاف. وجد تاني منا العسل في هذا يعني لو بلا هدايا، انا توجور نحب نعسل فيه هكا مقروط ولا لي سيغار ولا يعني يجيني بخاتيك. العسل ما زدت له حتى قطره تاع ما زهر، انا نحب نديرو هكاك بيغ، واللي تحبو خفيف شويه تقدر تزيد له المزهر. بالنسبه للمقروط نقليه على نار متوسطه ماشي قويه وماشي يعني ابتي فو، اللي يتحمر اكيد نحيها ونحطها ديريكتومون في الزيت. كاين اللي تحب تقطرها ومن بعد تعسلها كيما تحب، وكاين اللي يعني ديريكتومون تحطها في العسيله راح تتشرب لكم احسن. العسيله بارده والمقروط سخون، هذه يعني معلومه تاني معروفه، واذا كان المقروط بارد لازم العسيله تكون سخونه. هنايا جبت ان بول فيه صفايه ولا كسكاس ولا، ونرفد هذوك المقروطات بعد ما تعسلوا لي وتشربوا العسل باش نحطهم يقطروا ونحي لهم الكميه الكبيره تاع العسل. ونكمل كامل المقروط تاعي بنفس الطريقه. هاي لك البنات اللي تحمر اكيد نقلبها ونعسو، ودائما النار تكون متوسطه باش ما يقعد ليش عجين من الداخل، وما نديروهاش ابتيف بزاف باش ما يبسناش، الا نقصتو النار راح يبس ويطول باش يطيب لكم. على هذا الشكل كيما شفتوا يعني حبه ما تفتحت لي في المقله. وهذا هو البنات كان الشكل تاعو النهائي بعد ما قليتهم كامل. دوك اكيد نفتح معاكم حبيبه باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل. يجي ما عندي ما نقول لكم يدوب في الفم ومشرب ومعسل ومرمل، يعني اهم حاجه تاع المقروط كيجينا مرمل من الداخل.
شهيتكم في الجنة، نتمنى من قلبي تجربوه وتبعتوا لي في الانستغرام في لي ستوري، ونشكر جميع وحده جرباتو بسك هذه الوصفه كنت درتها معكم في الروتينات. هنايا لحقنا للنهايه على فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتيكم. سلام.